استمتعت صح؟ أول الإدراك جاك استمتعت نايس مثلا، عجبك، انبهرت، عندك حالة دهشة في كده صح؟ وبس رحت عامل كده على أساس إنه إيه أبغى من هذا دائما دائما كل غاب ولا كيف يعني؟ كيف؟ ما أعرف، مو في نفس جاي وفي نفس رايح، في معلومة جاية وفي معلومة راح، أنت فاهم؟ رايح جاي، ترى الدنيا رايح جاي، ما دامت أنت مدرك إنه كل دول بيشتغلوا يعني أنت على قيد الحياة بس. خلاص الطبقات هذه، كل الطبقات اللي انت لساك ماسك فيها دي، هذه ماضي طبقات تكونت، ما دامت طبقات، ما دامت كل ده انت حاسس بالسخونيه والثقل وما ادري ايش، ها هذا معناه انه ايش؟ حاجه حصلت عبر زمن، مسافه. طيب يبقى ايش؟ ماضي، مو دحين. يعني ايش اللي ادركته دحين؟ هذا الإدراك في هذه اللحظة دحين، أهو هذا هو الإدراك حق دحين. خلاص هذا إدراك دحين، لو سويت كده هذا إدراك دحين. يعني كل في كل حركة غيرت الزاوية مشهد جديد. breathe in breathe out، نفس داخل نفس خارج. إدراك الدخول وإدراك الخروج. خلاص أنت مدرك الدخول فقط، ما تبى تعرف بعد كده مالك. لا خلاص أمشي، أنتوا تصرفوا. و أيوة كاتم نفسنا يا أخي. اللي تعرفه أهم من اللي بيحصل. يعني إيش هذا؟ هذا ما هو إدراك. أنا بأسمعك الصوت دحين، الصوت ده وصل لك أظن. اللي تعرفه أهم عندك، أولوية عندك من اللي بيحصل ويجيك الصوت. هذا اللي جاك بيقول لك كده، هذا اللي بيحصل الحين. أنت تقول له أنا اللي أعرفه هو أهم من اللي بيحصل دحين. طب فين إدراكك باللي بيحصل دحين؟ إذا كانت الحكاية حكاية فك معلومات ولا شفرة ولا whatsoever. If you want to understand what's happening, you have to be يعني إنك أنت مهتم فعلا في what's happening. أنت ما أنت مهتم في what's happening، ما عندك أي أولويات، تجاك بس إنه this is what's happening ولعبت بقى ومشيت. وأنا على قيد الحياة بس أنا برضو هناك. يحصل دحين دائما دائما عندك تكرار من حاجة حصلت أدركتها قبل كده، قبل اللي بيحصل دحين، ها وبتعيدها وتزيد فيها وسايب لي سايب لي الوضع كده. ما في زمنين، هو زمن، يعني ما في مرحلتين، هو حاجة واحدة بتحصل دحين. هو ده الإدراك، إن هو ده. بتشوف اليد بتتحرك، بتشوف الفم بيتحرك، بتسمع، بتشوف، يعني ايه؟ يعني ده دحين. خلاص طيب تقعد تتكلم في حاجات تانية ليه؟ اجساد تانية ليه؟ ازمنة تانية ليه؟ امكنة تانية ليه؟ واي هو ده المكان مو عاجبك؟ هذه البني آدمة ما هي عاجبتك؟ ما أعرف ليه بكلمك بصيغة الذكر، هذه لحوسة فاضية، لحوسة فاضية. أنا كل اللي بقوله إنك أنت تجيت للإدراك، ما يعني عارف كيف؟ زي ما العين جات للشوف، زي ما الأنف جاء للشم، فاهم؟ فاهم كيف؟ خلقت
خلقت مخصوص عشان تؤدي وظيفة، خلقت الوظيفة بيك عشان انت اللي تأديها بس. هي كتب المدارس واللي انت تعودت عليه هو ده اللي انت متمسك بيه، لان هو ده اللي انت تعرفه فاهمه حافظه صم، بغمض عينك كده بتقول ما انت حافظ آية الكرسي، ما هو ده حافظ انه هذا اسمه مها، حافظ ما انت حاسس حافظ. انت ما عمرك حسيت، انت مالك في الحس، مالك في الشوف، النظر يعني الابصار في حد ذاته مو وظيفتك انت، وظيفتك ادراك معلومة الشوف، فاهم كيف؟ فايش تبى تخرج عن وظيفتك تتبهلل على اهل ليل، الصوت اللي بيجي لك انت حاسس تحل سامع صوت، شايف كيف؟ سامع صوت بيجي لك، سمع مشمش الصوت، مشمش ده ما هو انت، الصوت ده ما هو انت، السمع ده ما هو انت، انت ادركت انه ده بيحصل. بعدين ما تيجي تقول لي أهميتك، أنا أقول لك أنت مالك أهمية، زي بالضبط العين مالها أهمية، زي ما الفم ماله أهمية، ما في حاجة اسمها أهمية غير اللي بيحصل دحين. كل دول هو ده اللي بيحصل لهم دحين، كل ده هو ده اللي بيحصل دحين، هي دي الأهمية الأولوية، الحق الوحيد يقين إنه الآن هو ده. خلاص؟ طيب عامل كده seriously I'm not important. Of course not, you're not important. You're not alive عشان تكون لك أهمية. You're not alive عشان كده. You're alive. كيف عرفت انك you're alive؟ أدركت الحاسة، جاتك من الحاسة إدراك انك على قيد الحياة. أدركت. مدام توصل لك حسيت بوصول حاجة ليك فأدركت هو ده قيد الحياة. ما في لا أهمية. الموضوع it's not so fascinating يا أخي. كنت فاهم انك انت على قيد الحياة، كنت نايم ولا كنت ميت ولا ما ادري شو، ها فحسيت انك انت على قيد الحياة فاوفرويلمينج بقى، فاهم كيف؟ وانتوا طيارات طول الوقت طيارات، ايوه حبيبي انت غير عندك قدرة على الحركة، انت ثابت مستني كده قاعد على طيزك مستني المعلومة تجيلك بس تدركها خلاص انتهى الموضوع. طيب لما يجي بعد ما تدركها تعمل كده خلاص، والله العظيم لازم تعمل كده. انت العين قالت لك انا شايفة هذا الشيء حول، فانت تقول لها يوصلني اللي شفتيه حول، يبقى انت قلت ايش؟ حول وعملت كده ايش؟ breathe in breathe out، جاك النفس وراح منك النفس، وجاك النفس وراح جمع، جاك الامر جاك الاشارة وراحت وجات راحت وجات. الحتة اللي في النص دي تحس بيها كيف انك تدرك انك متلقي. حول اسمه
بيت كل محاصر.